Dear students, how are you? This is Ms. Hala Hassan and Mr. Ayman Fadir presenting the physics program for grade 3 secondary stage. ازيكم؟ بدايتنا خالص بنتكلم في الالكتريك كارنت. الالكتريك كارنت هو it is the flow of electric charges through conductors. يعني حركة الالكتريك charges في الكوندكتور. لو هتبص على شكل الصورة اللي قدامك ان دلوقتي التشارجز بتمشي في اتجاه معين لها دايركشن اهوت، ده اللي هو اسمه current اللي هو الفلو اوف تشارجز. والدايركشن اوف ذا الكتريك تشارجز ممكن نقول طريقتين اتنين، او بنتكلم على الدايركشن بتاع الالكتريك كارنت بطريقتين اتنين. بقول الكونفنشنال دايركشن، الكونفنشنال دايركشن اللي هو الدايركشن بتاع الالكتريك كارنت موفز فروم positive terminal to the negative terminal through the external circuit. يعني بيمشي في السيركت بتاعتي من البوزيتيف للنيجاتيف. الطرف البوزيتيف بتاع البطاري بيطلع منه الكرنت، بيمشي في السلك، يعدي على اي حاجه موجوده في السيركت بتاعتي ويوصل لحد النيجاتيف تيرمينال بتاع البطاري. تمام، ده اسمه conventional current اللي هو conventional direction اللي بيمشي from positive to negative. طيب عندي الactual direction. الactual direction الحقيقة ان الكرنت بتاعي مش بيمشي من positive لنegative، لكن هو عبارة عن حركة electrons. وكلمة electrons، الالكترونز اكيد لانها negatively charges بتخرج من negative pole بتاع البطري بتروح على positive pole. يبقى الactual direction بتاع الكرنت اللي هو حركة الالكترونز من النيجاتيف للبوزيتيف، انما الكونفنشنال دايركشن اللي هو حركة الكرنت الكونفنشنال اللي هي from positive to negative. هنا هتكلم على الالكتريك كرنت انتنسيتي. انا علشان اقيس الالكتريك كرنت انتنسيتي، يعني عايز اعرف التيار ده شدته قد ايه، ممكن يكون كتير وممكن يكون قليل، الانتنسيتي بتاعته higher intensity أو lower intensity. يعني إيه electric current intensity؟ اللي هي ال quantity of electric charge that passes through a cross section of a conductor in one second. Cross section of a conductor يعني حتة مقطوعة من الكوندكتور بتاعي، بيعدي منها قد إيه من ال electric charges في ال one second. معنى كده إن ال electric current intensity هي عبارة عن quantity of electric charges يعني ال Q على التايم، بقت ال I equal Q over T. الالكتريك كارنت انتنسيتي equal الالكتريك تشارج over التايم. طيب كل فيزيكال كوانتيتي بناخدها لازم نعرف لها اليونت بتاعتها. فانا بتكلم على الالكتريك كارنت انتنسيتي بتتقاس بايه؟ بتتقاس بالامبير. طيب الامبير بيساوي ايه؟ الامبير بيساوي، بما ان الانتنسيتي بتساوي ال Q over T، ال Q دي بتتقاس بالكولوم وال T بيتقاس بالسكند، فهيبقى الامبير equal 1 كولوم per second او 1 كولوم over 1 second. طيب عرفنا يعني ايه electric current intensity، عرفنا يعني هي بتتقاس بالامبير. فانا لازم اعرف الديفينيشن بتاع الامبير. الامبير it is the electric current intensity due to the flow of a quantity of electric charge of 1 كولوم through a cross section of a conductor in 1 second. خلي بالك انا بعرف ايه؟ بعرف الامبير اللي هو اليونت بتاعت الالكتريك كارنت انتنسيتي، فاول كلمه هقول ان هو ده هو الالكتريك كارنت انتنسيتي. بعدها بتكلم على ان، بما انها الكتريك كارنت انتنسيتي يبقى هيبقى فيه كوانتيتي اوف الكتريك تشارج كام؟ 1 كولوم، بتمشي في الكروس سكشن اوف ذا كوندكتور في قد ايه؟ في 1 second. تمام كده؟ طيب اتفقنا ان ال 1 امبير equal 1 كولوم over 1 second. طب ايه هو الكولوم؟ الكولوم it is the quantity of electric charge that passes through a cross section of a conductor in 1 second when an electric current of 1 امبير flows in a conductor. يعني كمية الالكتريك charges اللي بتعدي في الكروس سكشن بتاع الكوندكتور، وعرفنا كلمة كروس سكشن يعني أنا هقطع جزء من السلك في ثانية واحدة in one second، لما بيكون الكرنت انتنسيتي 1 أمبير. الإلكتريك كرنت انتنسيتي هنا
بتتقاس بديفايس اسمه الاميتر. يبقى انا عرفت physical quantity اسمها الالكتريك current intensity، بتتقاس بايه؟ اليونت بتاعتها اسمها امبير. الديفايس او الجهاز اللي بيقيسها اسمه اميتر، والاميتر بيتوصل في السيركت ان سيريس. كلمه ان سيريس يعني زي ما هو باين كده في الرسمه قدامك، البوزيتيف بتاع الاميتر بيتوصل بالبوزيتيف بتاع البتري، والنيجاتيف بتاع الاميتر هيعدي على اللود ومنه على النيجاتيف بتاع البتري. عندنا بقى سؤال، لو سألني يا اولاد وقال التوتال تشارج اوف 6 ملي كولوم باسز ثرو اكروس سيكشنال اريا اوف ا كوبر واير ان 2.5 سكند، ذا كارنت ان ذيس واير. مطلوب مني هنا يا اولاد اني مديني الاماونت اوف تشارج، بس اخد بالي اولادنا الطلبه، اخد بالي يا اولاد من اليونتس، متفقين ان اليونت without it any physical quantity، الكلام ده معروف is meaningless. يعني انا حضرتك دلوقتي لو قلت ان التوتال تشارج بتاعتي 6 تبقى صح؟ التوتال تشارج 6 عندي اعتقد يا مساله لازم الملي، اخد بالي الملي ايوه كله. يبقى احنا لازم هنحول من ملي كولوم لكولوم. يعني اخد بالي يا مساله برضو اولادنا الطلبه معانا، الحاجات دي بتبقى نقطه مهمه جدا في الامتحانات. يعني احنا متفقين في البروبلم مثال، نطالب مني الالكتريك كارنت انتنسي، يبقى انا بقول مثال قالت ان هو الاماونت اوف تشارج او كوانتيتي ذات باس ثرو 1 سكند، يبقى اي ايكوال كيو اوفر تايم. طيب حضرتك يا مستر مديني الكيو كوانتيتي اوف تشارج 6 ملي، يبقى لازم على طول يا اولاد حول الملي للكولوم، ملي كولوم للكولوم، يعني ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3. فهقول النمبر اللي جايبه او الفاليو 6 ملتباي 10 باور نيجاتيف 3 ديفايد طبعا السكند تايم زي ما هو بالسكند 2.5، يعني كل الفاليو اللي بتطلع لي يا مساله هتبقى 3 اور 2.4 تايم 10 باور نيجاتيف 3 امبير. واخد بالي يا اولاد من الجزئيه دي، علشان احنا هنا في التشويسز اللي هي الشريحه او السلايد اللي فاتت مساله كانت في الجزئيه اللي فاتت، انا بقول التشويس نمبر بي هي الاجابه الرايت according the mathematical relation. مثال في البداية ذكرت أولاد وقالت إن ال flowing of the electric charge through the conductor، خلاص ده أنا بعتبره electric current. طيب هو يا مستر أو أنا عندي condition شرط عشان يحصل passing انتقال أو traveling أو transferring لل electrons from terminal to terminal، لازم يا أولاد أكون عارف إن في شرط علشان الالكتريك كارنت او الكارنت تشارج الشحنات الكهربائيه دي تتنقل. فهو عندي التايتل بتاع انا الكتريك كارنت بوتنشال او بوتنشال ديفرنس فرق الجهد. هو يا مستر لو انا عندي كوندكتور موصل هاز تو تيرمينال، هو بيسالني هو هيحصل ايه لو البوتنشال ديفرنس فرق الجهد بتوين تو بوينتس اور تيرمينال اوف ذيس كوندكتور طلعوا ايه ولا مستر؟ يعني انا لو عندي يا اولاد واير او كوندكتور has the same potential difference or the same electric potential، جهد الكهربي واحد. اخد بالي يا اولاد من الالكتريك بوتنشال والبوتنشال difference. احنا طبعا متعودين مثلا مع اولادنا ان الالكتريك بوتنشال هو الالكتريك ستيت، الحاله الكهربيه which represent or indicates اللي بتحدد لي الدايركشن بتاع الكرنت. يبقى يا اولاد اخد بالي من الالكتريك بوتنشال هي الحاله اللي بتحدد لي الاتجاه، انما البوتنشال difference بقى هو الفرق ما بين التو تيرمينالز، اماونت هنا اعلى من هنا او شرط انتقال التيار ان لازم يكون في تيرمينال يمس طرف اعلى من الطرف الثاني في البوتنشال ديفرنس. فهو هنا بادئ السلايد يا اولاد معانا وبيقول ايه؟ هو هيحصل ايه يا مستر لو البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس ان كوندكتور مره ايكوال ومره ديفرنس؟ اقول له يا مستر والله لو كان البوتنشال او الالكتريك بوتنشال الجهد الكهربي في الكوندكتور equal in two terminals، اقول له no electric current flows between two points، لان ده الشرط الوحيد يا مثال علشان ينتقل التيار لازم يكون عندي potential difference. الالكتريك او البوتنشال لو كان difference بقى اقول له يبقى الالكتريك current flows between two points، بس بشرط from the higher potential للور potential. وده اللي مظبوط، علشان الكبير دايما بيدي للصغير، فهو الهاير potential دايما بينقل الكرنت منه لللور بوتنشال.
وبرضو عاوز ادي مثال بسيط لاولادنا، زي ما احنا بناخد يا اولاد الووتر الميه بتتنقل من هاي بريشر ضغط عالي لضغط منخفض، ما هو الالكتريك كارنت برضو بيتنقل من هاي بوتنشال للو بوتنشال، زي ما الطلبه كانت بتاخد يعني في اوقات الجزء بتاع الجغرافيا مس ان الويند الرياح بتنتقل من ضغط مرتفع يا مستر لضغط منخفض، ايوان الالكتريك بوتنشال او الالكتريك كارنت برضو ترانسفيرد فروم ذا هاير بوتنشال دي لور بوتنشال، من الجهد الاعلى للجهد الاقل. النقطه الثانيه يا اولاد، هو يا مستر المساله قالت انا ممكن احدد الالكتريك كارنت انتنسيتي فروم ذا ريليشن اي ايكوال كيو على تي. طب حضرتك قول لنا بقى، هو انا ازاي بقدر اعين البوتنشال ديفرنس؟ يعني انا وانا بذاكر كده يا اولاد السكند بروبريتي للالكتريك كارنت لازم اخد بالي من الفرق ما بين ماثيماتيكال ريليشن الكتريك كارنت انتنسيتي والماثيماتيكال ريليشن للبوتنشال ديفرنس. اف اي ايكوال كيو على تي، سو بوتنشال ديفرنس بي ايكوال دبليو ورك دون على الكوانتيتي اوف تشارج. وده معناه ايه يا مساله؟ معناه لو انا اعتبرت ان الاماونت او الورك دون الشغل المبذول ده ب 1 جول، كوانتيتي اوف تشارج 1 كولوم، تو ذا فولت اللي هو الميجرنج يونت يا اولاد بتاع الفولت البوتنشال ديفرنس ايكوال اور ايكويفالنس 1 جول 1 كولوم، ده المكافئ بتاع الفولت. مثال برضه يا اولاد عرضت لنا وقالت ان الامبير اليونت بتاعت الالكتريك كارنت انتنسيتي كانت لها ديفينيشن، ما هو برضه يا مستر الفولت بيبقى له ديفينيشن امبير. مثال لو انا عملنا يا اولاد كده كومباريزون هتلاقوا نفسكم بتقدروا تفرقوا كده ما بين الترمز بتاع الالكتريك كارنت اللي التيار الكهربائي. ذا فولت هو البوتنشال ديفرنس بين تو بوينتس، ما بين نقطتين، when the work done is 1 joule، يعني بيقول ان الفولت هو فرق الجهد يا مستر لما طبعا between two points، بس لما اعمل work done شغل مبذول 1 joule مطلوب علشان انقل transfer quantity of electric charge 1 coulomb between these points. يبقى انا لو بذلت شغل يا مسهلة علشان انقل amount of charge يبقى لازم يديني 1 volt. في برضه سرسايز بسيط على الماثيماتيكال ريليشن للبوتنشال ديفرنس. مثاله لو عرضنا وقلنا للطلبه if the work done to transfer a quantity of charge can 5 كولوم، خدوا بالكم يا اولاد 6 ملي كولوم هنا انما هنا كولوم بس، يعني هنا انا مش هحول دي يا مستر، قال والله ينور هنا هي من الاول بالكولوم اهي، انما الثانيه لما ضربناها تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 علشان كانت 6 ملي كولوم فحولناها لكولوم. ما عشان كده طالما الطلبه بتاعتنا بقى تعبوا في التحويل في الاكزامبل الاول يا مسيد ذا ورك دان تو ترانسفير ا كوانتيتي اوف تشارج كان 5 كولوم، خلاص انا كده حددت الكوانتيتي يا مسيد بتوين تو تيرمينالز اوف ا كوندكتور، الورك ده كان ايكوال كام؟ 20 جول، يعني كان بيديني الدبليو 20 جول. هو بيسالني كالكوليت ذا بوتنشال ديفرنس بتوين ذا تيرمينالز اوف ذا كوندكتور. ابدا اقول يا مس، هو حضرتك قايل يا مستر ان البوتنشال ديفرنس ذا ورك دان to transfer quantity Q. So V equals W over Q. دي الماثيماتيكال ريليشن. حضرتك قايل يا مستر ان الورك دان كان 20 جول والكوانتيتي 5. So لو انا قلت 20 ديفايد 5 يبقى المفروض يا اولادي يطلع عندي 4 بس 4 فولت، لان الفولت هو الميجرنج يونت بتاعت البوتنشال. يبقى انا عندي 2 ماثيماتيكال ريليشن يا مثاله I and V. I over T. في دبليو اوفر كيو. نبدا في جزئيه ثانيه. ذا الكتريك ريزيستنس، احنا هنتكلم بقى في الالكتريك ريزيستنس، يعني ايه ريزيستنس؟ الكرنت وهو ماشي في الكوندكتور بيلاقي اوبوزيشن او ريزيستنس، يعني حاجه بتمنعه من انه يمشي. ايه الحاجه اللي هتمنعه من انه يمشي دي؟ اللي هي اسمها الالكتريك ريزيستنس. فهتبقى it is the opposition to the flow of the electric current when it passes in a conductor. يعني هي الحاجة اللي بتمنع حركة أو تدفق الإلكتريك كارنت لما بيعدي في الكوندكتور. طيب الإلكتريك ريزيستنس دي حاجة إحنا بنمسكها بإيدينا وبنشوفها، أيوة، إنما الكارنت بيمشي في السلك مش بنشوفه، لكن لو مسكنا السلك اللي هو مكشوف هنتكهرب، يبقى هو موجود ما شفناهوش بس حسينا بيه، والبوتنشال ديفرنس ما
ما شفناهاش بس حسينا بيها، ان زي ما مستر ايمن قال لما بيبقى الطرفين بتوع الكوندكتور ايكوال في البوتنشال، في الحاله دي مش هيعدي كارنت، انما لما يكونوا هما الاثنين في بينهم فرق فبقى في بوتنشال ديفرنس، هيعدي الكارنت من الهاير بوتنشال للور بوتنشال. لكن الريزيستنس حاجه انا بمسكها بايدي بشوفها، فهي انا عندي ممكن يبقى فيه كونستانت ريزيستور، ممكن يبقى فيه فاريبل ريزيستور اللي هو اسمه الريوستات. ده شكل الكونستانت ريزيستور الاولاني، والتاني كان الفاريبل ريزيستور. اولا يا اولاد، مثال عرضت جزئيه مهمه جدا وقالت يا جماعه خدوا بالكم ان الالكتريك كارنت وهو بيعمل باسنج في الكوندكتور لازم يقابل اوبوزيشن ممانعه، وهي قالت نقطه مهمه جدا ان الممانعه دي نتيجه الكوليجن التصادم ما بين المولكيولز اوف كوندكتور اند ذا الكترونز. لان مثال لما بدات يا اولاد، عشان احنا برضو واحنا بناخد جزئيه جديده، مثال قالت معلومه جميله جدا، يعني انا نفسي بصراحه استفدت منها لما قالت خدوا بالكم يا اولاد ان الاكشوال دايركشن هو انا بعتبره الالكترونيك دايركشن، الموشن بتاع الالكترون من النيجاتيف للبوزيتيف ان ذا اكسترنال ايه سيركت. طيب يا اولاد، هو الالكتريك ريزيستنس ار يا مستر، والبوتنشال ديفرنس، والالكتريك كارنت انتنسيتي اي اند في اند ار، ار ريليتد يا مثال، تم ربطهم مع بعض ان ذا لو اوف اومز لو. عالم اوم قال لو انا حبيت اعمل ريليشن بقى بتوين اي اند في اند ار، ريليشن دي احنا هنسميها ايه؟ اومز لو. هو الالكتريك كارنت يا مستر اكوردنج اومز لو اي دايما الريليشن بتاعته مع البوتنشال ديفرنس بتوين تيرمينالز اوف ذا كوندكتور، بتبقى الريليشن يا مس هاله العلاقه ما بينهم دايركت. وخدوا بالكم يا اولاد من العلاقه دي مهمه جدا، لان الاجزاء بتاع الامتحانات بتركز على الريليشن المثال، انا بعرف العلاقه هي انفرسلي ولا دايركت ولا انكريست ودبل ديكريست وهاف. يبقى انا في الاول كده مثال مع اولادنا وهم معانا اهو، ياخدوا بالهم من اول علاقه احنا درسناها اومز لو او بدانا بيها، الكتريك كارنت انتنسيتي ذات باسز ان ذا كوندكتور از دايركت بروبورشنال. دايما التناسب بتاعها تناسب طردي مع مين؟ بوتنشال بتوين طبعا تيرمينالز اوف كونستنت. طب يا مستر، مثاله لما قالت لنا ان الاي ايكوال كيو على تي الكتريك كارنت انتنسيتي، وحضرتك قلت ان الفي ايكوال دبليو اوفر كيو، طب ماثيماتيكال ريليشن للاومز لو هي مثاله معانا، هو اومز لو لما بيعرض يا اولاد الريليشن مثاله حطت لنا في فورمز ثلاث اشكال من القانون لكل حالة من الحالات البروبلم بتقابلنا، ممكن من القانون طبعا اللي هو جنرال ريليشن في ايكوال اي ار، ودي الحالة الأولى يا أولاد عندنا في أول شكل من الأشكال. هو مثال لو طلب مني اي يبقى ده معناه يا أولاد الإلكتريك كارنت انتنسيتي معناه إنه هو طالب في أوفر ار من ريليشن. ساعات يا مس بيطلب الار يا أولاد برضه معانا، يبقى الار يا مستر في على اي. يبقى أنا كده مثال درست اومز لو ماثيماتيكالي رياضيا from requirements من متطلبات may be volt may be current intensity may be resistance ربما يكون V I R طالب في بعض المسائل V أو I أو R. مثال أولاد حابب تضيف لكم معلومة مهمة جدا، ساعات بيجي لنا جراف يا مثال وحضرتك أصريتي على الجراف ده وقلت لازم الطلبة تعرف العلاقات ما بينهم في جرافيكالي بيانيا، حضرتك قلت لي ماثيماتيكالي رياضيا قلت لنا نوع التناسب يا مستر، قلت لنا التناسب ريليشن كانت دايركت ما بين اي وفي، انما لو حبيت اعمل فلوتنج جرافيكال ريليشن يا مستر ما بين الفي والاي هيظهر عندي الجراف اد شوين كما هو موضح قدامنا يا اولاد كده ستريت لاين باس باي ذا اوريجن بوينت. وطبعا مثاله موضحه ان دايما لما بعمل فلوتنج او جرافيكال ريليشن ما بين الفي دايما على الفيرتيكال طبعا واي اكسس الهوريزونتال اكسس لازم يدينا ستريت لاين باس باي ذا اوريجن بوينت، لازم يدينا ان العلاقه دايركت تمام وحضرتك عارفه. بس بيطلب مني بعض يا اولاد المسائل ذا سلوب اوف ذا ريليشن، هو المين، المين دايما في الماس يا مس دايما الاولاد او اولادنا متعودين الواي اكسس على الاكس اكسس، اعمل هنا المين يبقى معناها يا اولاد بيطلب مني ان انا اعمل ديفيجن القسمه بتاعت الفي الواي اكسس او الفي اكس الفي على الاكسس الواي ديفايدد الاي، فلازم الاسلوب هيبقى الريزيستور
في كونستانت وفي فاريبل، ودي نقطة مهمة جدا في الامتحانات. أعرف إزاي الـ direct proportion inversely proportion أو directly proportional، أعرفها إزاي من الماتيماتيكال إيكويشن. أنا عندي الإيكويشن الأولانية V equal IR، هنا أنا عندي الفيزيكال كوانتيتيز كلها مضروبة في بعض، يبقى اللي قبل الإيكوال ساين اللي هي الـ V أقدر أقول إن هي directly proportional مع الـ I، وأقدر أقول إن هي directly proportional مع الار. لكن هنا نقطة مهمة جدا، ان مش معناها ان الفي والاي دول هم دول اللي بقدر اتحكم بيهم في الريزيستنس، لان الريزيستنس دي احنا اتفقنا انها ديفايس بيتحط جوه السيركت ولها الفاكتورز بتاعتها، بس هنا في علاقة ما بين الفي والاي والكونستانت بتاعتنا الار. طيب انا لو هتكلم على العلاقة اللي هي الاي ايكوال في اوفر ار، ما دام ال V فوق يبقى أنا هتكلم إن ال I وال V أهي direct proportion، طب مع ال R، ال R تحت بقت inverse proportion مع ال I. دايما أنا بتكلم اللي قبل ال equal sign وبتكلم على العلاقة ال proportion سواء direct أو inverse مع اللي بعد ال sign. فال R هتبقى هنا direct proportion مع ال V، إنما inverse proportion مع ال I. ولما بشوف الجراف زي ما الجراف مرسوم قدامي، انا اقدر اطلع منه الماثيماتيكال ريليشن، لان الجزء اللي بيبقى موجود على الواي اكس هو ده اللي بكتبه الاول، وبعدين بحط ايكوال ساين، وبعدين هحط الموجود على الاكس اكس مضروب في السلوب بتاعنا. يبقى انا عرفت اجيب الماثيماتيكال ايكويشن من الجراف، او ممكن اقول ان السلوب هيساوي ايه بقارنه بالإيكويشن اللي أنا عارفها. فهتبقى الـ V اللي هي الـ Y أكس على الـ X أكس، الـ V على الـ I، هبص على أمز له هلاقي الـ V على الـ I إيكوال الـ R. هو إحنا لو هنرسم الشكل الخط مزجزج بس، دي هتبقى عندي الـ Resistance بتاعتي اللي هي Constant Resistance، إنما هحط عليها سهم بقت Variable Resistance. السهم ممكن يتحط بأي شكل من الاتنين دول. فالشكل الاولاني الـ variable resistance اللي هي على الشمال دي هي limited values، يعني هيبقى لها قيم صغيره او عدد محدود من القيم، ما بتدينيش قيم كتيره يعني. اما الشكل الثاني اللي على اليمين variable resistance برضو، بس دي الريوستات اللي هي بتدي variable of يعني في قيم كتيره للresistance بتاعتنا. طيب الميجرنج يونت بتاعه الريزيستنس، اتفقنا انا لما بتكلم على فيزيكال كوانتيتي يبقى انا اعرف الديفينيشن بتاعها، اعرف اليونت بتاعتها، اعرف الجهاز اللي بيقيسها. فالميجرنج يونت اللي هي بتقيس الريزيستنس اسمها الاوم. الاوم it is the resistance of a conductor that allows a current of intensity 1 ampere to flow through a conductor when a potential difference 1 volt is applied. نلاحظ كده انا بعرف الاوم، فبقول الاوم ده بيقيس ايه؟ بيقيس الريزيستنس. يبقى انا اول كلمه هقول it is the resistance of a conductor، وبعدين بتكلم طالما ان هي resistance بتاعت conductor، الconductor ده بيعمل ايه؟ allows a current of 1 ampere لما البوتنشال ديفرنس 1 فولت، لان انا جبتها من الاساس من الريليشن اللي هي R equal V over I. الاوم بيقيس الريزيستنس، يبقى انا ببدا الديفينيشن ات از ريزيستنس. يا مستر فعلا، ما هو الامبير كان بيقيس الالكتريك كارنت، فبدانا الديفينيشن معاه من السلايد الاولى كان ات از الكتريك كارنت انتنسيتي. وحضرتك قلت يا مستر ان الفولت بتاع البوتنشال ديفرنس بيقيس او الميجر يونت البوتنشال، فبدات بيه، يبقى كده مساله. عاوز تقول خدوا بالكم يا اولاد ان اليونت از ديفينيشن بتاعها بتبدا باللي بتقيسه. والله لو الامبير بيقيس يا مس الكتريك كارنت انتنسيتي، يبقى تبدا الكتريك كارنت انتنسيتي وين اوم هو الميجرنج يونت بتاع الريزيستنس، يبقى ممكن نقول It is the resistance of conductor اللي مثال قالت لكم خدوا بالكم. وطالما conductor وانا باكد على الحته دي يا مس، لان في الجزئيه او منهج بتاعنا يا مس الكوندكتورز عموما المواد الموصله، حضرتك كده متفقين ان هي اللي عندها فري الكترونز، على غرار طبعا او على عكس الباد كوندكتور او الانسيليتور او السيمي كوندكتور. يبقى انا
المسهله بتتكلم يا اولاد في ساينتفك معينه اخد بالي منها، لان هو مش هيسالنا مس على ديفينيشن، انا بقول لاولادنا هو هيسالنا احنا فاهمين الديفينيشن بتاعنا ازاي. هو بالظبط. الديستنس امتى؟ اقول له لما الاوز كارنت اوف انتنسي كام يا مستر؟ 1 امبير. ليه؟ عشان يسمح او فرق الجهد يكون البوتنشال 1 فولت از ابلايد، لما يكون في فرق جهد 1 فولت، وطبعا الجزئيه اللي قالتها مثاله خدوا بالكم من الريوستات، لان احنا عارفين يا مس ان الريوستات والطلبه فاهمين ان الامبورتنس بتاعتها غير الكونستنت الاساسيه هي ممكن تعمل لي كنترولنج اي ان دي. بالظبط. بتاع التلفزيون مش عندنا، وحضرتك موضحه لي وقايله لي في امثله كتير كمان، حضرتك قلت ده في عندي المفتاح الكي بتاع الفان المروحه عندنا يعتبر ريوستات، الريموت ريوستات، لان كل ده بيعمل لي كنترولنج في الفي والاي بوتنشال ديفرنس اند. يعني معنى كده يا مستر ان الريزيستنس اللي هي الريوستات ده ما هواش الجهاز اللي بيقيس الريزيستنس. تمام الريوستات مش بيقيس ريزيستنس، انما هو بيغير ريزيستنس عشان اعرف اعمل كنترولنج للالكتريك كارنت انتنسيتي وبوتنشال ديفرنس. المثالة قالت يا اولاد ده الريوستات مش بتقيس المقاومه، لا هي بتتحكم، انما مين يا مستر اللي بيقيس الاوميتر؟ مين المثالة قالت الاميتر بيقيس الار، الفولتميتر بيعمل ميجر بيقيس البوتنشال ديفرنس اند اي ام اف الكتروموتيف فورس. يبقى انا كده برضو يا اولاد زي ما مثال قالت لكم خدوا بالكم ان الريوستات مش بتقيس المقاومه، ده هي كنترول. طيب في نقطة مثالة بعد إذن حضرتك، أنا يمكن الطلبة يمكن في استفسارات بسيطة، هو أهمية الريزيستنس عموما إيه يا أولاد؟ مثلا يعني لو أنا دخلت كده معانا في الكلاس وقلت هي المقاومة دي مهمة يا مستر؟ إيه أهميتها؟ مثال أد بوينت، خدوا بالكم يا أولاد المقاومة الريوستات بتتحكم في الأي والفي، تمام؟ هو أنا مش ممكن يا مستر أستفيد من الريزيستور المقاومة دي إن أنا الهيت انرجي الطاقه الحراريه اللي بيحصل لها ريديوز فروم ذا واير ممكن استخدمها از الكتريك هيتر السخان از الالكتريك او المكوه بتاعتي العاديه. الايرون. ايوه تمام. هو انا دلوقتي علشان اكوي بالمكوه بتاعتي اللي هي الايرون بتاعتي بتحكم بالريوستات بتاعها اللي بيحرك، بزود حراره وبقلل حراره منين؟ من ان انا بزود الكرنت جوه الريزيستنس بتاعتنا تخلي السلك نفسه هيسخن، ان السلك مصنوع من النيكل كروم. في الحالة دي انا هعرف اسخن الحرارة. طب انا عايز اكوي حاجة هتتحرق لو اديت لها حرارة عالية، ما ينفعش ان انا اكوي بده. فانا بتحكم بحرك الريوستات بتاع المكوى علشان اقلل الحراره، ان انا بقلل الكرنت او بتحكم اهوت في الكرنت اللي معدي جوه الاسلاك بتاعه المكوى علشان تديني درجه حراره اقل، لان المكوى از ديفايس بتحول الالكتريك كرنت ل من الالكتريك انرجي لهيت انرجي. ودي طبعا حاجات الابلكيشنز يا اولاد اللي مس هاله بتوضحها لنا في اجزاء المهمه تطبيقاتنا، انا بستفاد من الفيزيكس بتاعتي في ايه في حياتنا اليوميه. طالب كده بعت سؤال يا مستر، هو واي وي ماست وورك او دان وورك عشان ترانسفير الكتريك تشارج. هو بيسالنا يا اولاد هو ليه يا مستر ببدل شغل، يلزم ان انا ببدل شغل عشان انقل الشحنه، وانا محتاج شغل ليه عشان انقل الشحنه؟ هو بيسال يا مستر السؤال زي ده، خدوا بالكم يا اولاد اي ورك دان از طبعا دان عشان بيتبذل يعني يتعمل عشان اعمل ترانسفيرنج نقل للالكتريك تشارج تو اوفر كم علشان اتغلب على الالكتريك ريزيستور. بمناسبه الحته اللي قالتها مثال في الحته دي، ده هو كويس ان سالنا، هو انا عشان اتغلب او السلك بيبذل شغل ليه؟ دبليو على الكيو عشان يتغلب على المقاومه، لان يا مستر الاوبوزيشن نتيجه الحركه بتاع الالكترون مع المولكيولز بتعمل مقاومه للتيار، فلازم السلك يبذل شغل علشان يقدر ينقل الشحنات فروم تيرمينال تو اذر. الجزئيه المهمه بقى مثاله يا اولاد قالت احنا عاوزين نريح الطلبه يا مستر ونحط لهم از كومباريزون مقارنه كده، لان في ناس بتتلخبط او مش يعني تتداخل بعضها، مثاله الالكتريك انرجي والالكتريك باور.
مظبوط. فمثال انت يعني حطيتني حضرتك الانرجي مش هي الباور. ناس كتير فاهمه ان الانرجي الالكتريك انرجي هي الالكتريك باور، او كلمه انرجي معناها باور. لا، الانرجي مش باور. تمام، اتفضل يا مس. تمام. هو الانرجي اللي هي الورك دان باي الكتريك تشارج which is converted into other forms of energy throughout the electric circuit. يعني هي دلوقتي الورك دان اللي ممكن نقول ان هو يتحول لأي شكل انرجي تاني. تمام. تمام يا مس. وكلمة الالكتريك انرجي، ما دام انرجي يبقى هتتقاس بالجول. انا علشان اعرف تمام افرق ما بين اي فيزيكال كوانتيتي وفيزيكال كوانتيتي تانية خالص اشوف اليونت بتاعتها ايه. فيبقى دلوقتي انا عندي تمام الالكتريك انرجي بتتقاس بالجول. ملحوظة جميلة قوي ان الورك دان كمان كان بيتقاس بالجول. فالجول والانرجي الاثنين are measured by جول، والجول ده equivalent to volt dot coulomb. طب القانون بتاع تمام الالكتريك انرجي، الالكتريك انرجي هعرف اجيبه من القانون اللي كنا خدناه في الاول خالص بتاع البوتنشال ديفرنس، ال V equal ال work done over ال Q، منها ال work هتبقى V في ال Q. V في Q وال Q دي لوحدها احنا برضو خدناها لسه في اول الحلقة النهاردة، لما قلنا ال I equal Q over T، هتبقى ال Q دي اقدر اشيلها واحط مكانها I في T. يبقى انا عندي الالكتريك انرجي اقدر اعبر عنها بال V equal بال W equal V Q او V I T. طب احنا لسه قايلين اومز لو، مستر ايمن تفضل وقالها بطريقة جميلة جدا، قال ان ال V equal I R. طب انا ممكن اشيل ال V اللي في اللو دوت واحط مكانه I R. طيب بس هي ال I R هتبقى مضروبة في ال I T، ما اقدرش اقول I R I T. طب ما هي I في I بقى I square، بقت ال W equal I square في R في T. تمام يا مستر، ربنا يبارك لك. تمام. الله تمام يخليك يا مستر. ولو هشيل ال I اللي هي في القانون بتاع V I T، هشيل ال I واشوف ايه اللي كان بيساويها في اومز لو، ال I equal V over R. طيب هشيلها واحطها مكان ال I اللي ما بين ال V وال T اللي في الماثيماتيكال ريليشن، بقت ال W equal V في V over R في T. طب ما هي V في V ب V square، بقت الريليشن بتاعتي V square over R ومضروبة في T. دي اللي هي ال energy. مس هالة يا أولاد وضحت نقطة مهمة جدا، وقالت إن الـ work done بيتقاس، أو الـ work جول والـ electric energy جول، لأن إحنا عارفين إن الـ energy it is ability to the work. من الـ science في رابعة أولاد أو for primary four، عارفين إن الـ work أو الـ energy it is ability to the work. يبقى الجول هو الـ measuring unit بتاع الـ energy والـ work. طب مس هالة لما قالت الـ work done by electric charges، يعني الشغل المبذول بالشحنات علشان يتحول into other forms لشكل تاني، هو انا لو يا مستر الكونسومد الكتريك انرجي، الطاقه الكهربيه المستهلكه دي، لو انا خدتها كده بعد ما مثال حسبتها وعملتها within one second، هيديني حاجه جميله اسمها الالكتريك باور. يبقى ده معناه ان انا يا اولاد علشان اقدر احسب الالكتريك باور لازم الاول يكون عندي الالكتريك انرجي اللي مثال قالت عليها. بحسب الالكتريك انرجي which is consumed in within one second اللي تم استهلاكها في ثانيه، يبقى انا هقسم الالكتريك انرجي على التايم كده هيديني الالكتريك باور. طب يا مستر ده معناه the mathematical relation of the electric power P W equal the consumed electric energy W اللي مش هاله حسبتها لنا يا اولاد الورك divided التايم. طب ما هو مثال قالت لكم خدوا بالكم ان انا حسبت الورك ده كان كروس مالتيبليكيشن فروم ذا ريليشن في ايكوال دبليو على الكيو. قالت انا ممكن اشيل الدبليو دي ورك دان واعمل سبستيوشن اعوض بيها واحط في كيو من القانون بتاع الفولت. يبقى ده معناه يا مستر برضه ممكن احسب الالكتريك باور ايكوال في كيو ديفايد باي. طب ما هو يا مستر الكيو اوفر تي اور تايم ده
ممكن يشيل يا مستر واعمل سبستيوشن عنه بالاي؟ اه، يبقى ده معناه كمان ان الالكتريك باور كان بي ديترمايند فروم ذا ريليشن في اي. طب ما هو يا مستر لو انا جيت قلت ان الفي من اومز لو زي ما مثالها بالظبط قالت لكم يا اولاد اي ار، طب ما انا برضو ممكن اشيل هنا يا مستر الفي واحط اي ار وانا عندي اي، يبقى كل الريليشن بي دبليو ايكوال اي سكوير ار. وبرضو ممكن يا مستر اشيل اي سكوير واحط بدلها في باور 2 ار، يبقى ده معناه ان الالكتريك باور ايكوال في باور 2 ديفايدد ار. ولكن بقى بصوا مثال لما قالت او عملت الكومباريزون دي، عشان لو بصيت على الشمال واليمين يا اولاد في التيبل اللي قدامنا ده، الجول على الشمال بتاع الالكتريك انرجي ايكويفلنت للفولت في كول، انما الناحيه الثانيه يا مستر الوات اند ايكويفلنت بتاع الالكتريك باور ده بيساوي وبيكافئ الجول على السكند. يبقى زي يا مس الجول ما بيكافئ فولت كول، الوقت بيكافئ جول على السكن. والفيجر ده بقى مثال بصراحه يعني من افضل الاشكال اللي ممكن يعني او الماثماتيكال جراف بالشكل الرياضي ده هنحل بيه اي جزئيه في الانرجي في الريزيستنس ار، جمعت لنا كل القوانين بتاعتنا وحطيتها لنا فورمه جميله نقدر نستفيد منها في اي جراف. هنا في سؤال: when the resistance increases to double the electric current intensity هيحصل لها ايه؟ decrease to half ولا increase to double ولا decrease to quarter ولا no correct answer؟ عشان افكر في السؤال ده يبقى انا هفتكر زي ما مستر ايمن قال ال relation ما بين ال resistance وال electric current intensity، احنا اتفقنا انها ان ال R equal V over I، يبقى ما دام ال I تحت وانا بتكلم اهوت بقول اي تحت تبقى انفرس بروبورشن، ما دام انفرس بروبورشن يبقى لما الريزيستنس هتزيد الالكتريك كارنت هتقل. هنا بقى الريزيستنس بتاعتي زادت قد ايه؟ زادت دبل. تمام، زادت دبل يعني بقت 2، يبقى الالكتريك كارنت هتقل قد ايه؟ هتقل، هنحط ال 2 تحت يعني هتبقى decrease to half على طول. الاجابه decrease و هاف.